يعني احتشي ميول عاطفي من جهتها، احتشي حب من جهتها، كما وقاش والو يعني تمسحات تمحات من قلبك اطلاقا. واخا بقى معنا استاذ نشوفوا واش هي ولا لا. الو غزلان. نعم خويا. سمعتي؟ لا 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 غزلان لا وغزلان ليش معيطنا؟ لا 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 انا باش معاه تحب بقيت حتى حاجه كنعني بها. لا ولكن ما معك... يمكن لا واسمح لي الله يعطيك الرضا، وما يمكنش يخليوها كنسينا، ربما اعطيه كلمه اخيره. لا ما بغيش. لا اعطيه كلمه اخيره. تفضل تفضل السي عباس. هيا معك سي عباس. هيا معك الانسه. تفضل يا استاذه. كتسمعك كتسمعك سي عباس. راه كتسمعك. هذا راه استاذه. الله يحفظك الحق. شنو نقدر نقول؟ عرفتي شكون اللي معك سي عباس؟ اي عرفت شكون. بقات معني لك والو. صافي غزلان. نعم سي عباس واش فايت لهم وعدك بالزواج؟ ما عمرو وعدني. اه ما عمرو يديرها وعمرو يكون راجل، ما عمرو يترجل في حياته كامله. واش هادي؟ انا خلي عيني تخرج بك والله. انا نقول لك شي حاجه. كنت عارفة كلشي. معرفة والو. كذاب عارفة كذاب وباقي كتكذب. مكذبش عمري مكذبش عليك بشي حاجة. ويلي والله عمري مكذبش عليك بشي حاجة. شنو هذاك العاد؟ دابا يخرج فيك، دابا يفركتك هذاك العاد. عندك عندك ما يخرج فيك في حياتك وفي صحتك هذاك العاد. لعبتيني عندك ما يخرج فيك في صحتك. أنا نخلي لك هو والله هذاك العاد لعبتيني والله سبحانه وتعالى. ندير املي في الله. شتي ملي كنصلي وكنركع ربي كنقول ياخذ حقي. ماشي حيت ما درتي ليا والو، حيت ضيعتي لي 4 سنين من حياتي. واش فهمتي؟ وانت فاهم كلشي. حاضر كان كلشي غادي هو هذا الفهم. قد ندخل المهم صافي. ما احتاجش نقول لك، ما احتاجش نقول لك. واش انت مالك؟ مالك مالي الدار؟ انت ماشي راجل. شنو؟ واش انت راجل ولا قضية؟ ما تعرف صافي القضية مازال توصل لهاد الصفقة الرضا هادي هادي صافي تبقى هادي. ودرتيها سبة باش تخرج. لا لا والله ما من باب واسع. ولكن السي عباس. اه
الشغل ديال الوالدين كل شيء فيه السخط والرضا، الا القضيه ديال الزواج، انك تختار شي انسان تكون في حياتك ما فيهاش السخط والرضا. عمره ما يأذيك السخط والرضا ديال الوالدين الا من ناحيه شي وحده كتبغيها. لا صافي، نجي نقول لك الوالد ديالك الرضا تفخ شنو بقى؟ كيبقى داكشي اللي في قلبك هي اللي كاينه. لا لا، ماشي سخط الوالدين عمره ما كيخدم في القضيه ديال العلاقه بين شي وحده، بين جوج كيتباغوا بعضياتهم. قول اسمح لي، تاخذ شي وحده تجيبوك الوالد الرضا السخط، تبقى لا ما كايناش هاد القضية، سير سول عليها اللي عجبك. انت اللي سول عليها، هل العلماء احداك، هل الفقهاء احداك، سول اللي عجبك. الا هاد القضية هادي ما كيخدمش السخط والرضا، الا كنتي كتبغي شي وحدة وقالوا لك ها السخط ها الرضا الا ديتي هاديك. لا وقتاش كيكون مثلا، ملي كتكون شي وحدة من الطرف وانت السيدة راك دار معاها 4 سنين، يعني هذا الا كنتي كتبغيها، هذا الا كنتي كتبغيها، كنتي عم دوز الوقت عطاني شغلك هذاك. قطع بقى تزيد تهضر معايا استاذه. لا خويا ما عندي ما نقول لي، شنو بان لك فيه اختي العزيزه؟ ما عليا الا ندعي معاك، والله يسهل عليك، والله يوفقك في شي، والله يجيب لك شي ولد الناس. امين. فهمتي ولا؟ فهمتي ولا؟ الله يجيب لك شي ولد الناس اللي يستحقك ويستحق القيمة، واللي يعرف القيمة ديالك. تحياتي لك اختي غزلان. تحياتي لك اخويا، الله يكبر بك. تحياتي لك، الله يكبر بك يا غزلان، الله يوفقك اختي. قطع من عندك يا غزلان. شي واحد هنا راه جاوبني قال لي الوالدين هما الولاء. سير سول على هاد القضية اخي ديالي. شي واحد راه شوف التعليق ديالو كيقول لك لا الوالدين هما الولاء، الوالدين هما الولاء في شي حاجة صاحبي، في شي حاجة اللي عندها علاقة ما عرف. أما شي وحدة كتبغيها بينك وبينها علاقة حب وبغيتها، سير سول اللي عجبك. يعني أنت باغيها، واش الوالدين غيقولوا لك هسا اختار رضا إلا بغيتها؟ ما كايناش أصاحبي، ما كتدخلش العقل هذا. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا، الله يكبر بك استاذي عواشر المباركة، الله يكبر بك. تفضل شكون معايا؟ معك رشيد من كازا. رشيد من كازا، شحال السن ديالك يا رشيد؟ ما كنسمعوكش مزيان. 34 سنة. شنو الاسم ديالها وفين ساكنة وشحال السن ديالها؟ نعم، شيماء من اسبانيا. اسبانيا، فين ساكنه في اسبانيا؟ لا اعطينا حيد وقيله. بلباو. شحال نتوما على علاقه السي رشيد؟ عام. وشحال هادي ما تشوفتو؟ تقريبا 6 شهور ما تلاقيتو. ناوي هذا الزواج ان شاء الله؟ ان شاء الله. ان شاء الله يوفقكم. الخوت بارطاجيو لنا اللايف، اخوان اخوات بارطاجيو لنا اللايف، اللي دخالي بارطاجيو لنا اللايف. واخا عطينا النمرة ديالها استاذ. دبل زيرو، زيد درنا 34، زيد عاود لي النمرة. شنو انت كاين في المغرب ياك؟
شيماء. عندها فيها الواتساب هذه ياك؟ محمد طاهر تحياتي لك اخويا. علي تحفالي يقول لك الوالدين. ما كتجاوبناش يا استاذ هادي والو. نعاودو اخر مره نشوف. لبنى احزون تحياتي لك اختي لبنى، شكرا لك. الوريقات في خطر. تحياتي لك السي رشيد. كنجاوب شي قطع من عندك قطع. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا. لا باس الحمد لله. تفضل استاذه شكون معايا؟ معك حنان 25 سنه من كازا. حنان ما كنسمعوكش مزيان، رفع الصوت ديالك. حنان 25 سنه من كازا. حنان 25 سنه من كازا، شنو الاسم ديالو؟ فين ساكن؟ وشحال السن ديالو؟ عبد المولى ساكن في الصويرة. صغيرة 28 سنة. 28 سنة. شحال نتوما على علاقة حنان؟ ألو حنان. ألو حنان. ألو حنان. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا. واش مبروكه بأمل الله. الله يكبر بك. تفضل شكون معايا؟ يحيى من طنجة. مرحبا بك السي يحيى من كازا. شحال السن ديالك يا يحيى؟ 34 سنة. شنو الاسم ديالها وفين ساكنة وشحال السن ديالها؟ الو ما كنسمعوكش مزيان استاذ. وي تفضل. وي يا صاحبي اعطينا الاسم ديالها والسن ديالها وفين ساكنه. زينب 38 سنه. فين ساكنه؟ نواحي اكادير. بالضبط فين؟ ما عرفتش بالضبط فين؟ ليبرا. ليبرا. شحال نتوما العلاقه يحيى؟ ما كنسمعكش اخويا. 7 شهور.
الا كان يمكن تشوف شي بلاصه فيها الريزو ولا حيد لنا الكيت ولا هضر معنا نيشان اخويا. ما مزيان والو. وياك تفضل. سبع شهور شحال هادي ما تشوفتو؟ شحال ما تشوفتو؟ الو استاذ. اخويا شوف واش داير الكيت ولا؟ لا 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 والريزو طلع السطح اخويا وهضر معانا وانت كتهضر معانا على شبعة ما فهمناش. الو شحال هادي ما تشوفتو؟ شي 15 يوم دابا باش شفتها. شحال؟ يا واخا يعني تكون شي 20 يوم. تقريبا. ناوي على الزواج ان شاء الله؟ ان شاء الله. واخا باقيين كتواصلوا لدابا؟ اه. واخا عطينا النمره ديالها استاذ. الزيرو قيد زيد. 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 سميتها زينب ياك؟ الو السلام عليكم اختي زينب. كي دايره اختي زينب لاباس عليك؟ الحمد لله. اعواشر مباركه بالصحه والعافيه. العائله الخوت مريض الدار الوالدين كلشي مزيان اختي زينب؟ الحمد لله. زينب 38 سنة من نواحي أكادير بالضبط من ليبرا معك سعيد خربوش مقدم برنامج إهداءة الليل. شرف لنا أنك تكون معنا في البرنامج أختي زينب. مرحبا بك معنا. بارك الله فيك. الله يكبر بك أختي زينب. عارف أنك جاك شغل مفاجئ وقيلك فاجئت إياك. مرحبا بك معنا زينب. مرحبا بك معنا اختي العزيزة. مرحبا بك معنا في البرنامج وشرف لينا انك تكون معنا في البرنامج. الو زينب. الو زينب. قطعت. عليكم السلام اختي زينب. مالك؟ لا شكون معايا؟ مرحبا. حنا كنقول لك حراك معنا على المباشر، راك معنا في برنامج، تي كنقول لي شكون معايا؟ اين البرنامج؟ هكاك سولنا ماشي تقطع علينا اختي زينب. اوكي اختي زينب، حنا قلنا لك زينب، زينب قلت لك معاك سعيد خربوش، دير الاسم ديال البرنامج ومرحبا بك معنا، سعيد خربوش مقدم برنامج إهداءة الليل، قلت لك مرحبا بك معنا وشرف لينا أنك تكون معنا في البرنامج، راك معنا على المباشر دابا. هكاك اختي زينب وانت عاد تفهم. هكاك اختي زينب عطينا وقت باش تفهم، انت ما فاهمش وقطع علينا وغادا. عير خير اختي زينب، عير خير عير خير عير خير، ما تخافش كاع. اوكي واجده اختي زينب. ايه يلا طلع النفس طلع النفس بعدا، رانا عارفك متوتره وكيفاش البرنامج وهذا ياك. على العموم اختي زينب مرحبا بك معنا وشكرا بعدا على حسن الاستقبال والروح المريحه باش استقبلتينا اختي زينب. اختي زينب البرنامج ديالنا كما يعرف عليه برنامج المفاجآت، بالمناسبه راك ربحتي معنا واحد الهديه للقيمه ديالها 1200 درهم. اسمع مزيان، القيمه ديال الهديه 1200 درهم، يعني ماشي فلوس، القيمه ديال الهديه هي 1200 درهم من طرف شخص عزيز عليك اختي زينب. هادشي اللي قال شارك معنا في المسابقه اللي عندنا في البرنامج، راه هو اللي عطانا النمره ديالك وعطانا الاسم ديالك باش نتصلوا بك اختي زينب ونهديوك هاد الهديه هادي. صراحه الله سعداتك اختي زينب. الله الا سعداتك، راه قليل اللي باقي كيدير هاد القضيه هادي ويفاجئ الناس اللي عزازين عليه.
ياك لالا. انا غادي ندوزهم لك اختي، انا غادي ندوزهم لك اختي زينب للاشاره. اختي زينب هذا الشخص هذا اللي هداك هذه الهديه هذه كياكد لنا بانك كتربطك به علاقه حب اللي ربما عاد في البدايه ديال هذا الشيء اللي قال، ودائما كتواصلوا مع بعضياتكم، كتلاقوا مره مره، عايشين الحب والحياه السعيده اختي زينب. هذا الشيء اللي قال، وانا غادي ندوزو لك بهذه المناسبه صراحه الله سعداتك اختي زينب. قولي اختي زينب، شنو كتوقع نوع الهديه اللي هداك هذا الشخص هذا؟ شنو كتوقع مثلا؟ وانا ما عندي علاقه مع حتى واحد. هنيتي راسك، هنيتي راسك. ربما يكونوا معجبين، كي كتعجبهم زينب عن بعد، وما يمكنش هو عطينا النمره ديالك وانت كتقول لي ما عنديش حتى شي علاقه. وشكون هذا السيد اللي ايوا هكاك؟ ما تقوليش ما عندي شي علاقه، لان اللي ما عندش علاقه ما كتكونش الرقم ديالها عند شي واحد. اوكي، على الاقل عطينا اختي زينب شنو كتوقع نوع الهدية اللي هداك هاد الشخص هذا، يعني اللي القيمة ديالها كتسوى 1200 درهم، شنو كتوقع تكون؟ ما عرفت اخويا. عي قلنا قل أي حاجة. ما عرفتش. يلا تفضل، شنو كتوقع نوع الهدية؟ بغيت نعرف هاد الشخص. احنا غاديين، قلنا عي شنو كتوقع هاد الهدية هذه؟ والله إلا سعداتك في هاد العواشر بالله. ما عرفتش اخويا، شنقول لك؟ عطينا شي اقتراح من عندك، عطينا شي اقتراح. ناري واش عباد الله ما مولفينش، كيجيوكم مفاجآت، كيجيوكم الهدايا؟ لا والو والو. ودابا هاد السيد هذا داك الهدية ديالك، وإذا لأن هاد الهدية هادي راه ربحها معانا في البرنامج، عباش تكون عارفها ربحها في البرنامج، ولكن قانون البرنامج كيفرض عليه يهديها للطرف الثاني ديالو كيكون كيعني له شي حاجة في حياته، فهمتي دابا؟ ربحها معانا في البرنامج. قولي شنو كتوقع نوع الهدية أختي زينب؟ والو اوكي. هذا ما جاوبتناش عليه. قل لي شكون كتوقع في نظرك هذا الشخص اللي يقدر يكون فاجئك في هذا الليل؟ ما عرفتش. ومأكده كتقول ما عندكش علاقه؟ لا ما عندي علاقه. الاخوه الاخوات اللي التحق بنا يبارطاجيو لنا اللايف، الخوت بارطاجيو لنا اللايف. مأكدة ما عندك حتى شي علاقة في حياتك، شي واحد كيعني لك في حياتك، شي حاجة كتبغيه، الحب والحياة السعيدة، والو؟ لا. أنا بغي الله سبحانه وتعالى. لا، كلشي كيبغي الله، ولكن هذا حب بنيته أنت وهذا الشخص هذا، وإن شاء الله كيقول أنا عندي عزيزة زينب وكتبغيني، كيأكد لينا بأنها كتبغيني بزاف، وفهمتي دابا أنت جيتي دراتي له كلشي بكراطة. عطينا اسم كيعني لك شي حاجه. اخويا شوف ما عرفتش، ربما انتما لا 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 شوف اختي زينب، واخا كمل الهضره ديالك عباش نجاوبك. واخا كمل الهضره ديالك. دابا لالا راه لا اختي حنا انا عرفتك دابا كتقول هذا شي واحد مطلعه عليا ولا دابا راه 12 وتول. واخا اختي زينب متفق معاك، ومن حقك تخاف على راسك وبزاف د الحوايج، حنا ما قلنالكش لا. ودابا راه 12 وتوليت، ودير اسم الصفحه ديالنا وحنا على المباشر، وغادي نشيروا لك. دير اسم الصفحه وحنا على المباشر. دير سعيد خربوش. يلا حنا عسينوك على المباشر، حنا في اللايف دابا. حنا اختي ما مساليينش نطلعوها على الناس، حنا راه عندنا شغلنا وعندنا شغلاتنا، ماشي مسالين. دابا شوف عي باش تسيق هاد الامور هذه كامله، دير اسم الصفحه ومرحبا بك معنا، بعدا نشيروا لك بعدا عاد باش تاكد من هاد الامور هذه، لان حنا اختي ما مسانيش باش نتفلاو على ولاد الناس وعلى بنات الناس. يلا يلا دير اسم الصفحه، دير سعيد خربوش ما فيهاش لي سباس، ومرحبا بك. يلا صراحة الله سعداتك اختي زينب، واذا بهما واش ما عزيزش عليك المفاجآت؟ واش ما كيعجبكش المفاجآت؟ مثلا ما مولفينش اخويا حنا مفاجآت ياك لالا، هادشي اللي كاين. اوكي لقيتي لاباج اختي زينب؟ لقيتي لاباج؟ كان بانوا لك في اللايف؟
ايوا شوف دير سعيد خربوش بالفرنسيه ما فيهاش لي سباس. يلا الخوت مد دخول معانا زينب، كل شيء يدير لها قليب الخوت، كل شيء يدير لها قليب، كل شيء يدير لها قليب. يرحبوا لنا بزينب وشرف لينا ان زينب تنضم للعائله الخربوشيه وتنضم للجيش ديالنا. اللهم صل على اللهم صل على الحبيب. اوكي زينب دخلتي معانا. لا دابا جاوبنا على السؤال ديالنا، عندك شي علاقه في حياتك؟ اه لا لا ما عندكش. لا واش عندك شي علاقه في حياتك يعني، ولا كتقول لا عين حسب خايفه بالي يكون طلع عليك شي واحد؟ يلا ما عنديش حتى علاقه. ما عندك حتى شي علاقه، ماشي خايفه بالي يكون طلع عليك شي حد. ما عندي ما ندير بالعلاقات. وما عندك ما دير بالعلاقات، واخا شحال ندير بالعلاقات؟ ما عندك ما دير بالعلاقات بصح. يلا بقى معنا استاذه، بقى معنا باش ندوزو لك شخص. ها استاذ راك باقي معنا سي يحيى؟ باقي معك. يلا ما تضيف سنك صافي. يلا 10 9 8 ارطك مكراتك اخويا، ما كاينش حتى في هذا العالم انت كاع. تفضل. ما كاين. تفضل استاذ، هي معك يا ناكرك من الكره الارضيه هذه كاع. السلام عليكم. تفضل زينب. شكون معايا يا خويا؟ والله لا يحيى معاك. يحيى شكون يحيى؟ ماكي دايخة؟ يعني لا ما كيعني لا والو هذاك. الو ما كيعني لك والو الخي، ما كيعني لك والو. هو هذا يعني وانا فين هذا الشيء؟ ما فهمت فيه والو، ما فهمتش. هذا برنامج، هذا برنامج، هذا دخل الفيسبوك، هذا برنامج كنتفرج فيه انا. انا ما طلع عندي والو في الفيسبوك. غادي نفهمك، غادي تفهمي مزال. واش ما انت قلتي مكرتيني كاع، انت قلتي ما كان ما عندك لا عراقه، ما مكرتي كل شيء. لا ماشي هكاك، حيت كاين اللي تيتفلى. ولكن اسمح لي، حنا قلنا لك واش مأكده كتقول ما عندك حتى شي علاقه في حياتك، ولا غي خايفه بلي يكون طلع عليك شي حد؟ قلتي لا ما عندك حتى شي علاقه. لا والو، هي ما هي نكرات كلشي، ما عندها حتى شي واحد في حياتها. وزيدون اللي كيحب وكيبغي شي حد ما كيهمو حتى شي حد، كيقول السميه ديالو ما كيهمك حتى شي حد. واخا يقول حرف الاول مثلا هي قالت لك والو ما كاين شي كاع. عندك الحب عبد لبق السي يحيى. شي كلمه، شي كلمه ليحيى لزينب. سي يحيى شي كلمة أخيرة لزينب. أنا واش نقول لها؟ هي قالت كل شيء صافي، عندي ما نقول لها أنا. يعني أنت عايف الهامش وصافي. بحال هكاك. ها؟ بحال هكاك. يلا شي كلمة أخيرة لزينب. لا صافي، غنواصل. ما خلاتني والو صافي، ما خلاتني فين نقول.
ولكن اعطيها شي كلمه اخيره. اش غنقول لها؟ وبحال ما قالت لك هي على المباشر حتى انت قول لها الله يعوضك حبيبي. تحياتي لك. تحياتي لك اختي زينب. تم التشتيت بنجاح. طبعا من عندك استاذ. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا. الله يكبر بك استاذ. تفضل شكون معايا؟ محمد من كازا. شحال السن ديالك محمد؟ 23 سنة. في شنو الاسم ديالها وفين ساكنة وشحال السن ديالها؟ كوثر من كازا. كوثر من كازا. شحال السن ديالها؟ 21 سنة. 21 سنة. شحال نتوما على علاقة محمد؟ شي شهرين. وشحال هادي ما تشوفتو؟ قبل رمضان. وناويها للزواج ان شاء الله ولا؟ ان شاء الله. وباقي كتواصلوا لدابا؟ باقي. واخا عطينا النمره ديالها. زيرو قيد. بقى معايا 18. زيد زيد زيد. كيعجبوك غير العلاقات. كيقول لك عندي علاقه ولا ما عنديش. والسنيه كيقول لك ما نقدرش نقول السنيه. لطيف يا الحب ديالك مشكوك فيها ودي السياحية. تأكد بعدا. إيطاليا ماجي. تحياتي لك. أيه معورين على القرآن. الإيمان. تحياتي لك استاذي. الو والو ما كتجاوبش. يلا تحياتي لك. طعنا عندك. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. دار خويا باش. الله يكبر بك يا استاذ. عواشر مباركه. تفضل شكون معايا؟ عليك العزيز. معاك اخويا عبد الرحيم. شحال السن ديالك؟ فين ساكن عبد الرحيم؟ 21 اخويا وكنتكون في المخيرين. شحال السن ديالك؟ 21 سنة. 21. ما نقدرش ندوزك عبد الرحيم. علاش اخويا؟ نقل 22. ممنوع علينا ندوزو سي عبد الرحيم في البرنامج. بالنسبة للدراري، بالنسبة للدراري، أما بالنسبة للبنات نقل 18 سنة. كيفاش؟ اخويا. الله يرحم والديك. الله يعزك دوز لي أنا اخويا. واخا تفضل. شكون معايا؟ عزيز الشاقي. عزيز شحال السن ديالك عزيز؟ عندي 25 عام. 25 سنة. فين فين ساكن؟ كنسكن في مشرع بالقصيري. مشرع بالقصيري. مرحبا بك السي عزيز. قل لي شحال السن ديالها وفين ساكنة وشنو الاسم ديالها؟ السن ديالها عندها 13 عام. وكتسكن في طنجة. الاسم ديالها؟ هذا هو المشكل اللي خايف منه انا. اعطينا الاسم ديالها. واخا سميتها ايمان.
سميتها ايمان. شحال نتوما على العلاقه؟ هذه مده عام. عام؟ شحال هذه ما تشوفتو؟ هذا شي تتفر ما شتاه تاعي. 3 شهور تتفر ما شتاه. وناوي هذا الزواج نتا عزيز؟ هاد الساعه ما كنظنش اخي سعيد، ما نعرفش ناويها وما ناويهاش وكنخمم وصافي. يعني انت معاها على علاقه عام؟ شحال قلتي عام؟ عام وباقي ما ناويش تشوف واش ناوي الزواج ولا لا؟ كنوي ان شاء الله. ولكن كتلاقوا مع بعضياتكم؟ كتلاقوا؟ عشان نبرع التليفون وصافي الساعه. يلا واخا. عطينا النمره ديالها زيرو قيد. يلا استاذ يلا. زيد 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 زيد. عاودي النمره. زيد 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 زيد. غتواجهها ياك؟ غتواجهها؟ لا انا ما غتواجهشي، ما ندوز لك شي خير. اه يلا تحياتي لك استاذ. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله يكبر بك يا حبيبي عواش المباركة. الله يعطيك الخير ويخلي لك المهمة. كلشي بخير الاخ، كلشي مزيان الحمد لله. بارك الله فيك. الله يبارك فيك اخويا. تفضل شكون معايا؟ الله يحفظك اخويا، معك عبد الحق اخويا. عبد الحق فين ساكن وشحال السن ديالك؟ اخويا مدينة وطاط الحاج. وطاط الحاج. شحال السن ديالك عبد الحق؟ اقليم بولمان 27 عام. 27 سنة. شنو الاسم ديالها وفين ساكنة وشحال السن ديالها؟ مرحبا، فاطمة الزهراء مدينة بولمان. بولمان شحال السن ديالها؟ خويا عندها دابا 24 عام. وشحال نتوما على علاقة عبد الحق؟ خويا تكون دابا واحد الأنزو بحال هكاك عام. عام؟ عام. وشحال هذي ما تشوفتو؟ خويا بغينا نشوفو هاد الإنسان هادي كيفاش. واخا شحال هذي ما تشوفتو؟ شحال شحال كاع سي حميد العطار. تحياتي لك اخويا على السلامه اخويا. بزاف تكون دابا واحد، تكون واحد 6 شهور بحال هكاك وباقيين كتواصلوا دابا والحب والحياه السعيده. يلا غير دابا شويه كنهضروا كاع. واخا عطيني النمره ديالها زيرو قيد. زيد 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 45. أنيسة أبو عياش تحياتي لك أنيسة. الله يحفظك السي حميد العطار، الله يكبر بك. البكاي اليوسفي تحياتي لك أخويا، الله يكبر بك. شكرا لكم كاملين الخوت، حاولوا تبارطاجيو لنا اللايف الخوت شوية. شي دفيعة شي دفيعة. أسمع
والو ما كتجاوبناش. هذه السي عبد الحق. نعاودوا اخر مكالمه ونشوف اخر ابيل ونشوف. تحياتي لك عبد الحق. واخا دوزو ليا. اهلا وسهلا. يا سيدي جزاك الله بخير، عاش مبروك. الله يكبر بك، تفضل يا استاذ. شكون معايا؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. دريس من وطاط الحاج. دريس وطاط الحاج. دابا تقول لك وطاط الحاج بلا وجده. شحال السن ديالك ادريس؟ شنو الاسم ديالها وفين ساكنه؟ خديجه ساكنه في طنجه. شحال السن ديالها؟ 28. شحال نتوما العلاقه؟ حب على النبوات. ها؟ يلا تعرفنا. خبق معايا. قرا يا عقمة. واخا شحال نتوما على العلاقة؟ يلا تعرفنا اخي. شحال شحال تكون المدة؟ واحد جوج سيمانات. باقي ما تشوفتو بمرة؟ هاكا التليفون يلا قطع ليا دابا. واخا عطيني النمرة ديالها زيرو قيد. زيد زيرو خمسة زيد ألو. السلام عليكم اختي خديجة. ماشي خديجة؟ لا. بقى معنا بقى معنا اختي. الو استاذ، انت ما عرفتي التسمية ديالها؟ رشيدة. وي اختي رشيدة اللي معنا ياك؟ لا ماشي رشيدة وماشي خديجة. تحياتي لك اختي رشيده، تحياتي لك اختي خديجه، للاسف عطاونا سبيه غلط وكل شيء غلط. تحياتي لك السي ادريس، تتاكد من هذا الدريه اللي معاك ومرحبا بك. تحياتي لك ابا ادريس. الو السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. الله يكبر بك، تفضل. الله يحفظك. ياسين من راشيديه، مرحبا بك يا ياسين. شحال السن ديالك؟ 25. 25 سنة. شنو الاسم ديالو وفين ساكنة؟ ساكنة براك مريم. نعم مريم 22. 22 سنة. شنو الاسم ديالها؟ مريم. فين ساكنة؟ راشدية. والله إلا ضحكني هاد خينا. صاحبتو ما عرفش التسمية ديالها. خوط هذا والله. شحال نتوما على علاقه ياسين؟ اربع سنين اخي ياسين. شحال هذه ما تشوفته؟ شهرين. شهرين. ناوي هاد الزواج رشيد ها ياسين؟ ان شاء الله ان شاء الله. باقيين كتواصلوا لدابا؟ اعطينا النمره ديالها زيرو قيد. شحال؟ زيرو سبعة ياك؟ 81 زيد. للاسف قطع علينا ياسين. الو السلام عليكم. وي السلام عليكم. وعليكم
اهلا وسهلا بخير. الله يكبر بك. تفضل يا استاذه، شكون معايا؟ ما كنسمعوش. سلمى من تطوان. شحال السن ديالك يا سلمى؟ 20 عام. شنو الاسم ديالو؟ فين ساكن اختي سلمى؟ امين مكناس. شحال السن ديالو؟ بلا ما تقولنا في خدام. صافي، عايش. شحال السن ديالو؟ معرفش، 29. نديرو حنايا 28. واخا. شحال نتوما على علاقة سلمى؟ شحال هادي ما تشوفتو؟ اختي راه ما كنسمعوكش مزيان. قبل رمضان. باقي كتواصلوا دابا والحب والحياة السعيدة؟ واخا، عطينا النمرة ديالو. زيرو قيد زيد 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 5. الو، السلام عليكم سي امين. الو، وي سي امين، لاباس عليك؟ الو، السلام عليكم. الو سي امين، لاباس عليك؟ واش شكون امين؟ ماشي امين اللي معانا. شكون معانا؟ واش امين اللي معانا ولا لا؟ لا، ماشي امين. الو سي امين، راك معانا على المباشر. مرحبا بك معانا سي امين. واش خدام في المخزن هذا ولا شنو؟ هكاك خايف. كيقطع علينا. الخوت وانتم خلاص الجيش خربوشي بلا ما نحتاج نوصيكم. شكرا لكم على الوفاء ديالكم وعلى المجهودات ديالكم للصفحه ديالكم. اروع تحيه لكم. يلا اللي غنتلاقاو في الانستغرام مرحبا، واللي ما غاديش نتلاقاو بزاف ديال الحب. اروع تحيه لكم. يلا كل شيء يدوز للضفه الاخرى. يلا تحياتي لكم الخوت.